اليوم كان عندنا زوار من للبترا كيتشن من دولة الجزائر والعراق. بما أنه ما زلنا هنا في الأردن، فمن المقرر في البرنامج ديالنا أن اليوم نزوروا أحد المطاعم اللي تقوم بالأكلات التقليدية والأكلات الشعبية المعروفة بها الأردن. وإحنا اليوم هنا في البتراء في مطعم بيترا كيتشن، راح تكون لنا تجربة مع الشيف في إعداد أحد الأطباق التقليدية الأردنية، وما راحش نكون وحدنا، فراح يكون معنا جروب من العراق، وهكا راح نشوفوا اختلاف الثقافات وتبادل ثقافات تاني. تابعونا. تجربة إعداد الأكل الأردني مع الشيف في مطعم بيترا كيتشن كان لها طعم خاص، خاصة أن تقاسمناها مع أصدقائنا العراقيين اللي كنا تعرفنا عليهم في هذه الرحلة، ودرنا جو تنافسي بيناتنا، وكنت علمت الشيف متى الجزائري بعد ما حصلنا، واللي هو المعاونة تغلب السبع. إلهام، أوكي، إلهام، تشيكن هير، أوليف أويل، ميكس سبايس، بابريكا، غارليك، بيبر. أنا اسمي أحمد عبد الله دعنا، الشيف في مطبخ البتراء الإنتاجي. اليوم كان عندنا زوار من للبتراء كيتشن من دولة الجزائر والعراق، فالزوار بيجوا عندنا عشان يتعلموا الأطباق الشعبية اللي هي يعني الأكلات الشعبية اللي متعارف عليها في الأردن، زي منسف أو المقلوب أو المسخن. اليوم عملنا تقريبا يعني 4 أنواع سلطات وشوي معجنات والمين كورس، والأجواء كانت حلوة، يعني نتعرفنا عليهم وتعرفوا علينا، فهو زي تبادل ثقافي. إن شاء الله يعني لقدام كمان إنه زبائن كمان أو زوار كمان يجونا من الدول يشوفوا المطعم والأكلات الشعبية الموجودة عندنا. يعطيك العافية. كنا احنا وكانوا العلاقة اللي كانوا معنا، وكانوا اجتمعنا في طبلة واحدة باش ناكلوا طيب.